السلام عليكم، حالي محمد نائب رئيس التنسيقيه الوطنيه للمعاقين اربع مأذونيات. جينا اليوم استمرار الوقفات الاحتجاجيه السلميه والمتحضره اللي كتقوم بها التنسيقيه الوطنيه للمعاقين اربع مأذونيات. جينا باش اولا نرحبوا بالسيد الوالي الجديد ونعرفوا ان التنسيقيه الوطنيه للمعاقين اربع مأذونيات راكينا في الساحه وراهي كتناضل على الحقوق نتاعها اللي هي مشروعه. جينا باش نوصلوا لواحد الرساله ان بغينا العقود المنتهيه الصلاحيه نتاعها تم الفسخ ديالها. بغينا اننا نخدموا المأذونيات ديالنا راسنا، حيث ان اللي سال لي العقد النموذجي وخد المأذونيه ديالو يخدمها راسو يدير لها سياره ويخدم معها جوج شوافريه وهكذا غتولي خدامين في ديك الكريمو خدام فيها ثلاثه العائلات مول لاكريمو وجوج ديال السائقين المهنيين. بغينا غير يطبق معنا القانون، حيت كيف ما كنعرفوا ان العقد الشرعي هاد المتعاقدين عقد عنده بدايه ونهايه. الولايه خرجت عقد نموذجي فيه السا الاولى والسا الثانيه، السا الاولى ديال المغرب والسا الثانيه كتعويض للمهني. لهذا حنايا احترمنا ذاك العقد ووقعنا عليه على اساس ان ملي تكمل 12 عام خصك تاخذ ديالك. فلا يعقل ان دابا الناس سالت لهم هذا العقد النموذجي كاين اللي 8 شهور كاين اللي عام هذه بالسال العقد النموذجي وهذاك المستغل خدام بلا عقد جديد بلا والو خدام غير قانوني. لهذا بغينا السيد الوالي الجديد ياخذ هذه الشكاوي تاعنا بعين الاعتبار ويعرف ان الفئه ديال الاشخاص في وديعيه اعاقه راه لا حول لهم ولا قوه، راه عندهم غير ديك المأذونيه اللي عطاهم سيدنا باش يعيشوا بكرامه هي اللي عندهم. اذا في الوقت الراهن اللي حنا كنعيشوا فيه راه بالنسبه ل 50000 ريال باش كارينا راه ما دايره والو. 50000 ريال ما كتضربش حتى 15 يوم. عازيد كاين اللي عنده طريطه ديال الدار، كاين اللي عنده وليدات، زياده على ان الاشخاص في وديعيه اعاقه راه ما كتعرفهم الحكومه لا بملحه شهريه لا والو. راه كون ما سيدنا عطانا هاد لاكريمو باش عايشين راه حنا كون تلقانا في الفيروج كنسعاو. لهذا بغينا نحسنوا الوضعيه ديالنا من خلال اننا ناخذوا هاد المأذونيات ديالنا بعد ما كتنتهي العقد النموذجي اللي دايرين بينو، ناخذوا هاد لاكريمو ديالنا ونخدموها ديالنا. غادي تولي دخلنا واحد 5000 ولا 6000 درهم راه ماشي هي 2500 درهم. اذا غيكون واحد تحسن من حيث المعيشه نتاعنا. لهذا كنطلبوا السيد الوالي باش ياخذ المطالب ديالنا بعين الاعتبار، وحنا عارفين انه انسان عملي وكنتوخاو فيه الخير وكنتمنى انه ينصفنا باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.